التقى عمرو نور الدين نائب رئيس هيئة الاستثمار للشؤون الفنية والمتابعة مع وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ ومجموعة من المستثمرين بمنطقة ميت غمر الاستثمارية، ويهدف اللقاء بحث الخطوات التي قامت بها هيئة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة وزيادة معدلات الإنتاج للمشروعات القائمة بالمنطقة الاستثمارية. في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق، يواصل جهاز حماية المستهلك شن حملات موسعة لتجديد الرقابة على الأسواق والتأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في الأسعار، إلى جانب التأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش بكافة صوره. في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتنفيذاً لتكليف رئيس مجلس الوزراء، يواصل جهاز حماية المستهلك شن حملات موسعة لتشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات ضارة غير منضبطة، وذلك في حالات المبالغة في الأسعار، إلى جانب متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مخالف يقوم بحجب السلعة أو المضاربة في سعرها. مش ضد التاجر في كل الإجراءات، التاجر الأمين، التاجر اللي هو بيراعي ظروف البلد، ده محل تقدير واحترام من الجهاز. التاجر الغير منضبط في سلوكه لازم ناخد معاها إجراء. احنا النهاردة وردت معلومات ان فيه مخزن على أطراف القاهرة والقليوبية في منطقة بجوار الأراضي الزراعية، بالفحص وانتوا حضراتكم شايفين ان احنا عندنا كميات غير عادية من السكر، الرز، الدقيق، الزيت، وحضرتكم أكيد شايفين كل ده. إحنا تم التوجيه وقمنا بحملة مكبرة إن إحنا نحاول إن إحنا نشوف إيه الوضع المخزن ده. هذه الحملات تأتي مع مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز للتعامل بكل حزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية. محتاجين المواطن إن هو ما يشوف أي مخالفة، عندك الخط الساخن بتاع الجهاز، تواصل معنا، إحنا هنتحرك، حدد لنا الأماكن بتاعة المخالفات وهنتحرك ونتأكد من هذه المخالفة. فالرسالة واضحة، هو المواطن المفروض شريك معنا، الجمعيات الأهلية الخاصة بالمستهلكين شركاء بننسق سوا، الباقي الجهات الرقابية مهم جدا ان الباقي الجهات الرقابية تبقى متواجدة وفي تنسيق كامل ما بيننا وما بين وزارة التموين، ما بيننا وما بين مباحث التموين ومصلحة الضرائب وهيئة سلامة الغذاء، كل ده المفروض كلنا في إيد واحدة نحاول نعيد الانضباط. حملات موسعة يقوم بها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والتأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في الأسعار، إلى جانب التأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش بكافة أشكاله. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط بقدر طفيف في التعاملات مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط لمناقشة الهدنة في قطاع غزة، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1% لتصل إلى 77 دولارا و97 سنتا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% ليصل إلى 72 دولارا و75 سنتا للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.7% لتصل إلى $2.76 سنتا لللتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.2% لتسجل $2.10 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقعت حكومة الكويت وصول عجز في الميزانية العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة يتراوح بين 45 و60 مليار دينار دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي. وحذرت الحكومة الكويتية في برنامج عملها الجديد من استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور، مما قد ينتج عنه تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع معدلات البطالة لحد خطير، مما يهدد
قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية. وكشفت الوثيقة عن اعتزام الحكومة إقرار قوانين منها أدوات السيولة وضريبة أرباح الأعمال والضريبة الانتقائية خلال الفصل التشريعي الحالي. انطلقت في السعودية أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العام والقطاع الخاص لتعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص على مدى يومين بحضور أكثر من 8000 مشارك بمختلف القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب تنظيم ما يزيد عن 100 جناح ومشاركة أكثر من 80 من شركات الصندوق. ويتضمن المنتدى توقيع مذكرة تفاهم وعقد شراكات بين القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات، كما سيوفر منصة مهمة لاستطلاع الفرص بين شركات القطاع الخاص نفسها.